ليش هيك؟ اريد افتهم شغله واحده، ليش هيك جاء حظي انا؟ اريد افتهم. يعني انا صورت لي البارحه فيديو سنجل بلاير وكل شيء، نص التصوير ووقف البرنامج التصوير وخرب الفيديو، وانا رحت للتمبل وروح لقيت لي قريه ثانيه وكله استكشفته، والبارحه ما نشرت فيديو، واليوم صورت في الفيديو عود راح اصور على عراب كرافت على مدى اروح اجيب الببغاء. حلو، رحت دا اجيب الببغاء، جبته حطيته، جبته هنا يم منطقتي، وراسا وراها الفيديو انضرب، وهسه رجعت اصور فيديو مره ثانيه ببرنامج ثاني، وانا متاكد هذا البرنامج الثاني ان شاء الله ما راح ينضرب. خلينا نبدي. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم أحد ديار. اليوم يا شباب مثل ما قلت لكم بعنوان راح يبني القفص مال الببغاء. هسه تقول أحمد أنت مستعجل ليش تحكي سريعة؟ شباب النت مال العراق يقولون راح ينسى الساعة بالسبعة، وهسه الساعة يمي أنا حاليا يا شباب 48، بعد 10 بعد 12 دقيقة وينسد السير يا سيرفر، قصدي 12 دقيقة وينسد السير يا سيرفر 12 دقيقة وينسد النت بالعراق. فشباب مثل ما قلت لكم بالمعاناة ماتي، وإن شاء الله اليوم هذا الفيديو راح ينشر إن شاء الله. فتعال يا صديقي، لقيت ببغاء هواية شباب، الببغاء هواية ناس او هواية يوتيوبر نشروا على الببغاء، ومن ضمنهم اليوتيوبر موجود بسيرفر كرافت مصطفى مرتضى وعلي المرجاني. انا شباب ما نشرت على الاستكشاف، انا رحت جبته بس الفيديو طلع ما ادري انضرب. فتعال يا حبيبي، تعال تعال تعال. حلو، هسه وصاعد فوق هاي لا، وهذا الببغاء اللي راح اربي. انطوني اسمه شباب، انطوني اسم بالتعليقات. في يقولون هذا الببغاء شباب انزل يرقص على الاغاني. هل 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 وو 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 هلا والله. اوكي خلينا نشده، خلي يرقص براحته لما ما نروح شباب نروح نبني القفص. طبعا هواي جبت انا بالفيديو ذاك اللي انضرب ببغاوات هذولا، وجبت ببغاوات هناك ايضا هواي جبت وياي، لان المكان مليان ببغاوات. طبعا التحديث الجديد نزل هواي بسوالف، مثلا هاي اللي علم من وبا هواي سوالف. فخلينا هذولا ببغاوات. حلو، فخلينا نروح نجيب لنا الجنجل. راح ابني انا القفص. طبعا ها ما قلت لكم شباب، هاي المنطقه شباب راح تكون منطقه ابني بيها الشغلات الجميله، يعني مثلا هنا مكان مال ببغاوات، يمكن هنا متحف، مو متحف قصدي تمثال، يجوز هنا اسوي لي شلال، يعني هواي سوالف بهالمكان. راح اقلعها هاي الشجره من جديد. اوكي شباب، ما قلت لكم شباب خلينا نوصل الفيديو 25000 لايك، يعني اوكي هاي راح نبني هسه الشجره. شباب القفص ما راح يكون قفص مثل الفيديو مع عمر، راح يكون قفص صغير بس مربوط بشجره. بحذي ذاك الببغاء 1 2 3. طبعا انا بنيته بعالم التيست. شباب قولوا لي بالتعليقات اسوي فيديو عن عالم التيست، يعني عالم التيست اللي ابني بيها سوالف وبعدين اجي ابنيها هنا، قولوا لي بالتعليقات. فا اوكي خلينا نجيب هذا نحتاجه، نحط منه يعني على اساس انه هي شجرة يعني مبينة. خلي نسد هذا. حلو، حط هذا هيج، هذا هيج، هذا هيج، هذا هيج. حلو، حطه هيج وهيج، ممتاز. فهسه شباب راح ارجع اصعد 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 لحد ما انزل هنا. حلو، اوبا راح اصعد هنا هيج اسوي وهيج، وراح اجي امد من الناس. احمد ليش انت صاعد فوق؟ انا اقول لك ليش، فلازم ننزل من هنا هيك. حلو حلو، ممتاز. عندي انا من هذا كذا، اما عندي الشجره شباب نازله منها خيط، وهذا الخيط وهذا عود الخيط انا اسميه، هذا شباب هو اللي راح يربط لي القفص مالي. اوكي خلينا نسوي هيك. حلو، بعد وحده. حلو، ممتاز ممتاز ممتاز. فهسه شباب راح اسوي انه راح اجيب من هذا، انا بنيتها بعالم التيست. قولوا لي شباب اذا تردون اسوي لي فيديو عن عالم التيست قولوا لي بالتعليقات. اوكي نسوي هيك، خلينا نصعد بس. اوكي نسوي هيك هيك هيك
صار اي ممتاز، نسوي هيك حلو. خلي نصعد بعد، اصعد اوكي ممتاز. خلينا نسوي هيك ونسوي هيك ونرجع نسوي هيك ونسوي هيك. اللي يريد يبني له قفص، انا هذا القفص اجى ببالي، او يعني شلون شباب، جبت فكره منا فكره منا الى ان صار عندي قفص. والله القفص شكله غريب راح يصير. لا والله غلط شباب، غلط، مو هيك المفروض ينحط، المفروض ينحط هيك، عرفت شلون؟ المفروض هو هيك ينحط. فخلينا نكسر هذا، فنحط له هيجي حلو وهيج. لا مو هيج، غلط. لا 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 من هنا حلو، فهيج راح يكون حلو. بس خلي اسوي لي وحده هنا شجره ثانيه، خل اجيب لي من هنا بس هيج حلو. اوكي انا شويه مركز شباب، فاذا سكتت يعني سوري. حلو حلو، هذا واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. فهسه هذا خلصت منه، خلصت منه، خلصت منه، خلصت منه. فا اوكي كسر كسر كل شيء هسه حاليا. هسه شباب خلصت من السقف مال القفص، فسقي احمد شلون راح نحط القفص؟ القفص اكيد يعني نجيب هذا الايرون بارز او ما ادري اسمه، نرتبه هيجي، راح يكون على شكل قفص. حلو حلو حلو، هذا واحد اثنين ثلاثة، ونحط هذا واحد اثنين، ونحطه هنا بعد هنا، ونحط بعد هنا. حلو فهسه شباب صار شكله اثنين، فنجيب نحط له من هذا حلو واحد، نحط بعد واحد ثاني هنا، ونحط هذا هيج، ونحط هذا هيج، ونحط هذا هيج، ونحط هذا هيج، ونحط لا ونحط هذا هيج. اوكي ممتاز. هسه شباب اللي راح نسوي شنو؟ راح نجيب سلاب، راح نجيب سلاب. طبعا الدنيا صارت ليل، فخلينا ننام نام. القفص راح ارتب المكان شباب، يعني مو قبل بس هيجي اوه صار، يعني احط هذا واقول اوه صار المكان مو كلش حلو، لا شباب راح يترتب. اوكي صار هذا القفص، هذا كله راح يترتب، بصير شجره كبيره. هسه يا احمد انت شلون راح نجيب، شلون راح تجيب الببغاء تحطه هنا؟ انا قلت لكم شلون. راح اجيبه بالسيد، اول شيء اربي لي واحد هذا تعال، واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 ما يتربى. أوكي خلينا نجيب لنا واحد من هناك، راح يخلصن السيدات وهذا ما يتربى، اللي أعطيها للخروف من يتربى يصير صاحبي بيست فريند والله العظيم. أوكي هذا واحد، هذا واحد تعال، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كل حلو صار صاحبي. اوكي ممتاز، هسه شباب صار هذا صاحبي الاحمر. راح اروح احطه بالقفص. ابقى احمد انت شلون راح تحطه بالقفص؟ طار طاح، اي حركه غريبه. تعال اصعد بسرعه حلو، اي حركه شباب غريبه هيك. والله شباب الساعه 7 الا 5، شو تقولوا راح يسدون النت ما يسدوه؟ والله ما ادري. البرنامج التصوير هم وقف شباب، هم وقف هم وقف، لا تخبلني لا تخبلني هم وقف. بس ما ادري شباب راح الفيديو ينضرب او لا، الحمد لله نقول ان شاء الله ما انضرب. اهم شيء سويته شباب، ما ادري راويتكم هذا لو لا، يعني حطيته الطير طلع، فخلينا نراوي نرجعه من جديد نربطه. انا قلت لكم شباب شلون نجيبه هنا حلو. الطير وين هذا الطير؟ صاعد فوقاي. بس نجيب السلاب حلو، نقمز الطير. وينه الطير؟ بعده قاعد. وين الطير هذا؟ تعال يا معود تعال، لا تخبلني. حطه هيج، حطه هيج، نصعد بعد. اوكي اقمز اقمز، اقعد قعدت شباب بعد ما يجي ورايا. فا اوكي هسه الوضع ممتاز، حط هذا فوقه وهذا فوقه.
هسه شباب خلصنا من شو اسمه، سوينا هنا طير، وهذني انا شباب شلتهم منه وحطيتهم فوق بالفيديو بداك، بس ذاك ما ادري ما صور. هذا فوق هذولا، حلو تشوفوهم قدامكم. اي الحمد لله ما فصلت. شباب المغزى من انه اربط الطيور فوق على مود يظلون يتحركون فوق الشجره، وبنفس الوقت اكو هنا طير، هذا بطن شو اسمه. وبعد شباب راح احط قعدات، ويجوز اجيب بعد طيور، يجوز ليش احتمال ليش لا يعني. فخليني صدق شباب خليني اروح اجيب بعد طيور، اكو طيور هوايه بهالمكان يعني بمنطقتي، لان رحت جبت هوايه انا اوكي دقيقه هذا تعال هنا حلو. هواي انا جبت شو اسمه طيور، تعال انتو تعال تعال، لا احتاج بس دولة كم طير، هذا احمر، تعالوا انتو الثلاثة، خليني اربطكم مكان يعني ثاني على او 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 هذا المادي برنامج ظل يكرش ما ادري شنو. اي راح احطهم هنا شباب. اوكي هسه شباب ذول يتحركون جوا ذول يتحركون فوق على مود يبين للي يدخل اوه اكو شجره كلها طيور، اوه جميله طيب جميله. تدري ايش راح اسوي شباب؟ عندي في بالي فد شغله حلوه. ايرون عندي؟ والله ايرون ما عندي، بس الحق اروح اجيب لي ايرون من البيت، اروح اجيبني ايرون من البيت. اي اروح اجيب ايرون. اوكي خل اروح اجيب ايرون. هذول انتو خليكم هنا يمشون ورا الحيوانات دائما. بوبي اختفى شباب، وين راح ما ادري. خل اروح اجيب لي ايرون من البيت. الايرون وين موجود؟ ايرون موجود هنا. اعطيني هذا الايرون خليني اصنع اللي يقول لي اول مره حصلت ايرون. والله شو تحاكي هذا. اوكي خلينا نسوي هيك، هذا اول مره بالله، هذا اتوقع صدق اول مره، يجوز ثاني مره ما ادري. خلينا نروح ننطلق شباب. هذا شباب بوكت ماي، اصنع لي بوكت ماي ما تسوى يعني. هذا الشباب راح احطه عود على اساس مكان ينزلون منه الطيور يشربون ماي، فراح احطه هنا حلو. راح اجيب ايرون انجوت، ايرون بوكت اسوي، اجيب ماي واحط بي. صار عندنا شباب ماي ببطن هذا. فهسه كل الطيور شباب جاي يشوفوها قاعدات فوق، وهذول اللي جاي يتحركون هنا جوا، يعني مبينين. لا تركزون على الحبل، تركزوا على الطيور. هسه الطيور شباب اللي زقتهم هنا، وهذا الطير موجود هنا. لو شباب اقدر اشيل من هذا الطير واحط هنا واحد ما يتحرك يعني، يمكن راح اسويها خلف الكواليس يعني، احاول هيك اجر بالحبل وقاعد هنا احاول. فشباب اتوقع وصلنا نهايه الحلقه، وش خلينا نروح خلينا نقص له صوره، نقص له صوره هنا انا هيك على مود احطها خلفيه للفيديو. هيك حلو. راح اوقف هنا عمود انهي الحلقه. اوكي المهم خلينا نشيل المالتي شو اسمه، ذبذني الغراض اللي ما احتاجه، لا الاقراص شلون ما احتاجه، حط هاي ذبن ما احتاجه، هذا ما احتاجه، خلينا نزرع شنو، خلينا ننزع. المهم يا شباب وصلنا نهاية الحلقة، إن شاء الله عجبتكم هاي الحلقة، بنينا قفص. شباب راحوا سووا حلقة بنوا أقفاص وبنوا وسوالف، أنا أريد أبني قفص بس بطريقة ثانية وبمكان جميل. إن شاء الله عجبتكم هاي الحلقة، لا تصدقنا بلا، خلينا نوصل 20,000 لايك. شباب الحلقة الأخيرة قلت لكم شباب 20,000 لايك، وصلتوا 18,000، ما وصلت 20. ممكن هاي الحلقة إذا أنت هسه أنت جاي تشوف فيديو ما حط لايك، انزل حط لايك، خلينا نوصل 20,000 لايك. فنو يا شباب ان شاء الله بالناس طقنا وتشتغل تجيد وشو بياد ننسى وغيركم غريب سليتر. في امان الله، مع السلامة. ما عندي اوبتي فاين عم تقول باي باي، فاللي راح اسوي باي باي. يا هلال اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال.